في إطار سياسة توزيع الثروات على الشعب، قامت حكومة إيرلندا بإعفاء جميع المواطنين من الضرائب. ومواصلة لهذه السياسة الحكيمة، قام بالنيرمان بإهداء سيارة هامر لكل مواطن. كجميع معنا بنديرمان خي رانا نستنو في الهامر وما عطيتونا الشي. بنديرمان خي ويني وعودك الانتخابية مالينا منها فلي. يا اخي المواطن انا مشني بطل، حبيت نولي رئيس والنتيجة لا تصطل. هك ما كان شارب شيخ وقاعد بوزيسيون، وكان ما لقيتش باش تاكل ميسالش عيش محروم. كانك مش كسيبان اقعد فشخ النوم، توا شي ما صار البارح حبو يتبدل اليوم. ابندير معنا خي رانا نستنو في الهامر وما عطيتونا شي. ابندير معنا خي ويني وعودك الانتخابية مالينا منها فلي. اسمع كلامي يهديك خلي الهامر لما ليها يا حبيبي مكتوب عليك تاخو الكارو بقلاليها. كان ناوي تولي انسان هز القفة كيف الناس، كان تحب على خدمة شحة منجري لك كباس. شوف غيرك ولا مدير متحينو ضربين البندير. بندير معنا خي رانا نستنو في الهامر وما عطيتونا شي. بندير معنا خي ويني وعودك الانتخابية مارينا منها فلي. يا مواطن يزيم الدوا وارضى بالمجود، واستنى يا الججالين اللي جي حقق لك الوعود. كيما قالوا ناس بكري عالتي تمنى في عمبا ماتوا جابولو صنبا. بندير معنا خي نستنوا ولا نتمنوا عارفين ما لاقين شي. بندير معنا خي احنا نزيدو هلاص وانتي ميسالش خوذ الرأي.